أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة جماعة هنتكلم بالتفصيل شوية عن اللمبات الليد ودائرة الباور اللي هي الليد درايفر اللي احنا قلنا عليها زي دي كده يا جماعة، وزي اللمبة الليد. وهنجيب الدائرة أول حاجة وأعطالها، وإيه الأسباب اللي بتأثر وبتحرق تخلي اللمبات بتتحرق بسرعة، والسبب الرئيسي لتلف هذه الليدات أو لمبات الليدات دي. زي ما احنا شايفين يا جماعة الدائرة الداخلية لأغلب اللمبات، أو الفكرة الأساسية لكثير من الدوائر بتاعت اللي هي بتاعت الايه اللمبات الليد اهي يا جماعه بالشكل ده. والليد او اللي هو الليد درايفر ده برضو نفس الفكره، هما الاثنين تقريبا نفس الفكره، بتعتمد على التحكم في مدى معين من التيار عشان يقدر يشغله اي عدد من اللمبات في حدود المدى المسموح فيه في الدايره دي. طبعا كل دايره من الدوائر دي بتتحكم في مدى من التيار على حسب نوع الاي سي اللي راكب جواها، اللي هو الاي سي ده يا جماعه اهو الاي سي ده بيتركب ب 7 رجول اهو زي ما احنا شايفين، او الهيئه 4 هنا 4 هنا، بس في رجله طايره يعني 7 رجول 7 رجول. دي اللي دي اصوليته يا جماعه، اللي هي زي ما احنا شايفين الدايره بتاعتها دي كده. نشرحها من الاول كده. اول حاجه الدايره يا جماعه داخل الاي سي ال 220 زي ما احنا شايفين كده، بعد كده ال 220 بيدخلوا الانطره، ومن خلال الانطره فيه مقاومه 2.2 دي تعتبر زي فيوز لحمايه الدايره من الانحراق. طبعا ليها امبير معين بحيث لو تم سحب تيار جامد من خلالها لأي سبب تلف أي جزء من الأجزاء دي بتحترق وبتبوظ وبتقوم بدور الفيوز. عشان كده لو احنا قسنا على الأنطرة وملقيناش ال 220 على الأنطرة، المفروض يكون 220 على الأنطرة دي أنطرة التوحيد، وملقيناهمش هنا، يبقى السبب يا جماعة فصل هذه المقاومة. ونتأكد من الحاجات دي ايه اللي محروق فيها او ايه اللي شورت، ايه اللي خلى الفيوز دي ضربت. هيعدوا ال 220 يا جماعه، يوحدوا من خلال الانطره هنا، هو كده هنا على الطرفين الاخرين من الانطره. طبعا في بعض الدوائر بتتركب موحدات، يمكن هنا في انطره زي ما احنا شايفين كده، في بعض الدوائر الثانيه بتبقى موجود انطره من 4 سيليكون 4 دايود برضه بيقوموا بدور انطره التوحيد. بعد كده بيطلع الجهد عشان يطلع هنا على المكثف ده مكثف في بعض الدوائر 10 ماكرو و7 او 7.4 من 10 ماكرو فراد او 3.3 من 10 ماكرو، بس يا جماعه الفولت بتاع 400 فولت. طبعا لان الجهد هيطلع هنا عالي، طبعا 220 هيطلع هنا قرب 300، فطبعا لازم المكثف التنعيم يكون فولته عالي عشان يستحمل ال 300 فولت اللي داخلين على يتنعموا على طرفين. بعد كده يا جماعه في دوائر مساعده هنا اهي عشان تشغل المذبذب ده مذبذب يا جماعه زي ما قلنا من 7 ارجل اللي هو الصغير دوت، وعامله زي ما يكون 8 4 هنا و4 هنا، بس في رجل اللي هي تقريبا عددها السابع مش يعني متشاله خالص اصلا مش موجوده. طبعا الاوسيليتور ده ليه عده ايه ارقام زي ما احنا شايفين، الدي بي 86 21 ايه، الاي 37 21، الاس 51 33. طبعا وفي ارقام تانية بتختلف على حسب الذبذبات اللي هتطلع منها او التيار اللي هتسببه نتيجة الذبذبة، ففي انواع اخرى، بس احنا دي جبنا كامثلة من نفس يعني اللي بتقوم بنفس الوظيفة اللي هي بتاعت الاوسيليتور. بعد كده الجهد بيطلع زي ما احنا شايفين اهو ده الموجب على الطرفين الطرف اللي هو دوت
اهو يا جماعه، في ادي الطرف اهو وادي الطرف اهو بتاع اللي هو المكثف دوت. طبعا في بعض الدوائر مش موجوده، يعني دي دايره بسيطه مش موجود غير في بتاع التوحيد ده هو. دي يعني زي ما تقولوا دي احسن شويه او فيها امكانيات اكتر على حسب جوده الايه الجوده بتاعتها. الاوسيليتور ده يا جماعه بيقوم بالذبذبه على هيئه نبضات. لو احنا نعرف او اللي عندهم فكره في الموضوع ده بتاع، لو احنا نفتكر دايره الريسيفر يا جماعه فيها مذبذب او في اي سي بتاع اللي هي موجوده في الباور في الجزء الاولاني في الجزء الحي، وبتحكم فيه عن طريق اللي هو الترانزستور او 3.3 مايكرو. دولك يا جماعة لما بيحس في ترانزستور اللي هو بيحس بالفولتية دوت اللي هو موجود على 3.3 بيتحكم فيه الاي سي اللي هي موجودة في بداية دائرة الباور. لو لقى الجهد زايد يقول لها ايه، ارجع قليل الزبزبة، فيقل الفولت الخارج من الدائرة. الفولت لقيه ناقص يقول لها زود الزبزبة عشان بعد كده يدخل في الشوبر والشوبر يوحد هيلاقي الفولت عليه وهكذا. دي نفس الفكرة يا جماعة، عشان كده دي فكرة التيار هنا يا جماعة. المذبذب ده هو اللي بيدينا تيارات مختلفة، يعني الدايرة دي ممكن تشغل يعني كذا ليد مع بعض، يعني متغيرة التيار بتاعها زي ما احنا شايفين. التيار بتاعها يا جماعة بيختلف اللي هو ايه الاوبت دي سي من 36 ل 42. كل ده يا جماعة المدى ده عشان اقدر اشغل اي عدد من الليدات في حدود الفولت ده والامبير. طبعا الدايرة دي 18 واط، ما ينفعش من 12 ل 18 واط، ما ينفعش اشغل عليها حاجة اكبر من 18 واط لان دي مقدرتها واحتمالها 18 واط. وغير كده الامبير بتاعها 280 ملي امبير يزيدوا او يقلوا. نخلي بالنا من حكاية أمبير الدايرة دي واحتمالها ومحملهاش أكتر من الأمبير بتاعها أو تسحب طيار أكتر فتتحرق، لأن كل حاجة ليها برضو مقدرة وهو حططهن الصانع حططهن هو. طبعا الانبوت بتاعها من 85 اي سي، يعني ممكن تدخلها 85 اي سي لحد 265. طبعا ما عندناش يعني 265 في الكهرباء العمومية، يعني بتاع 200 240 بالكتير 230 225 حاجات زي كده. فلازم التزم بديه. طبعا في ناس بتبعت لي بتقول لي يعني خيالهم شت شويه اشحن بيه بطاريه. طبعا مش هشحن بيه بطاريه، البطاريه يا جماعه بتسحب كتير، ده يعني على الاقل بتاع 2 امبير. يعني زي ما احنا عارفين بطاريه الموبايل لازم تشغلها بشاحن 2 امبير. فدي الدوائر دي يا جماعة أغلب يعني بتشتغل مع الليدات، طبعا ما تستحملش أمبير عالي لأن دي 280 ملي يعني حوالي ربع أمبير. واحد يقول له هشغل بيها راديو، طبعا راديو إيه يا جماعة؟ الراديو محتاج كهرباء ثابتة وأمبير مش 200 مش 200 وكذا، يعني من 280 مش، وعايز جهد ثابت مش جهد متغير بيشتغل بنبضات، وغير كده امبيره واطي. طبعا يا جماعه في خطا للاسف ده بشوفه على اليوتيوب وعاملين عليه يعني شغل يعني مش شغلانتهم، مش بتوع الكترونيات اصلا، تحرق ليد يقول لك اعمل عليه قفله. طبعا ده غلط لان انا عملت عليه قفله هضطر هيزيد الفولت هنا يا جماعه، يعني لو الفولت بيشتغل على 3 فولت بتيار 50 ملي، لو احنا شلنا ده وعملنا كده شورت عليه على اي واحد بايظ هنلاقي في التيار هيزيد هنا على 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 في على الليدات ديك، فهتساعد ان هي تحترق بسرعه. فطبعا للاسف يعني نقول للجماعه اللي هم مش شغلانتهم ما لكمش دعوه بالحاجات الالكترونيه لان ده غلط تعمل العمليه ديك. ولكن في حاجة بديلة، لو أنا ما عنديش حاجة زي كده مثلا أحط مقاومة في حدود 100
من 100 ل 200 اوم تقريبا عشان يقدروا يدوني التلاتة فولت على فرق الجهد بين الطرفين التلاتة فولت، او ان انا احط ديود او مثلا تلاتة ديود. يعني لو حطيت تلاتة ديود ممكن احيانا الزرن ينفع، الزنر هيثبت، وخصوصا لو كان تلاتة فولت يثبت الجهد تلاتة فولت، بس ما تخليه تخليه على الاقل يعني واحد امبير، يعني واحد امبير بالزنر هنا هو كده هو. المهم عمل الشورت على اي واحد من دولك هتفرح، ويمكن تلاقي الليد منور اللندا منوره كويس، بس مش هتقعد للاسف، غالبا ما بتقعدش كتير لان طبعا هتسخن، هتسحب تيار، هتتحرق بسرعه. طبعا يا جماعه لو انا عندي لندا كبيره، لندا ليد كبيره مثلا 50 واط او 45 واط، ما ينفعش اشغل عليها دايره اللي هي بتشغل لندا مثلا 3 واط، تكون لندا 3 واط او لندا مثلا 9 واط. لازم الكبيره ممكن اشغلها على الصغيره، بس الصغيره ما اقدرش اشغلها على ايه الكبيره، هتتحرق، لان هتختلف الاي سي ديك اللي هي الاوسيليتور زي ما قلنا الارقام اهي، وهيختلف التيار الخارج والفولت الغير الخارج ومدى التحكم في التيار من كذا لكذا، والتحكم من الفولت للفولت. فلازم اعرف الحاجه اللي انا اللندا اللي انا ناقلها مداها قد ايه، وهتديني يعني هديها لانهي لندا. لازم تكون دي شغاله في حاجه اكبر من ديك. في حاجه تانية يا جماعه بتسرع زي ما قلنا بوظان الليدات، وهي سوء الصناعه للاسف. يعني بعض الشركات، يعني انا عن نفسي يعني عينتها بنفسي، يعني جبت لندا ما عادتش عندي يومين، رحت غيرتها وجبت نفس اللندا لقيتها برضو ما عادتش عندي يومين. قلت يمكن ال حاجه عندنا بايظه في الكهرباء او الدوايه، فجبت لندا عندي واثق منها بقى لها فتره شغاله عندي قعدت، قلت لا يبقى النوع ده وحش مش هجيبه تاني. طبعا من الحاجات اللي بتعملها الشركات ان هي بتجيب لندات رخيصه عشان تبيع رخيص عشان تضرب السوق زي ما بيقولوا، فبتركب، فللاسف بتحاول تلاقي الاضاءه ضعيفه ما بتعجبش الناس او اضاءتها مش مناسبه، فبتلعب لعبه بتروح مزوده التيار يا جماعه على الليدات ديت. فبدل زود التيار على الليدات للاسف بتتحرق الليدات او ما بتعيش كتير، ودي احد اسباب اللي هي الاسباب الصناعيه او سوء التصنيع بتاعها. ممكن يا جماعه لو احنا عندنا عايزين اللندا تعيش اكتر من الوقت المقدر بتاعها، يعني من وقتها وتعيش اكتر، زي ما احنا شايفين الاوسيليتور كده في اتنين مقاومه، همك كل واحده منهم 2.2 اوم. المقاومه دي يا جماعه كلما زدت قيمتها اللي هي بين رجل 8 ورجل الارضي، كل ما زدت القيمه بيقل التيار، وكل ما قللت القيمه بتاعهم بيزيد التيار. وده اللي بيتعمله للاسف بعض الشركات، بتزود التيار على الليدات فتنور اكتر بس ما تعيش وتبوظ وتكون سريعه التلف. احنا عشان نزود عمر اللمبه او فتره انها تشتغل معانا اكتر بنعمل ايه بقى؟ هنا المقاومه 2.2 مع بعض كده يا جماعه، لو قسنا دولك وهم راكبين كده على التوازي مع بعض هيدونا 1.1، لان معروفه لما يكونوا على التوازي بيدونا ربع قيمتهم، ودولك 4.4، ربع قيمتهم 1.1، صح كده؟ لو احنا شلنا مقاومه 2.2 وخلينا بس الاتصال بين الارضي وطرف 8 2.2 بس، كده زادت المقاومه بين الثمانية وايه والارضي، المذبذب هيتاثر. يمكن احنا بنقول له قلل التيار، بدل زودنا المقاومه دي، زودنا المقاومه اللي هي بين الارضي بين الطرف 8 والارضي بيزيد التيار،
عايزين التيار يزيد نروح ايه نقلل المقاومه بين 8 وايه والطرف ده، يعني نحط الاثنين والمقاومه الاثنين واثنين من عشرة دي والاثنين واثنين من عشرة دي اصبحوا على التوازي يدونا واحد اوم، فطبعا يزيد التيار. وده للاسف اللي بتعمله بعض الشركات ان هم بيتحكموا في المقاومه ده هيك. طبعا بالعمله دي بدل ما كانت المقاومه بتخرج 100 ملي امبير مثلا تروح مخرجه 125 150 على حسب تغيير قيمه المقاومه دي. يعني نقلل القيمه دي هتزود التيار اللي هو خارج من الدايره على طرف الموجب ده والطرف السالب ده اللي هو رايح بقى ايه للليدات على طول. طبعا ده زي ما احنا شايفين جهد اهو، ده ترانزستور يعني زي ما تقولوا كده منعم للفولت قبل اللمبات عشان ما يحصلش اي تعرجات وتبوظ الليدات. في سبب تاني ولا تالت من اسباب تلف اللوند الليد ممكن الاي سي بتاع التوليد. طبعا يا جماعه اثناء التشغيل المكثف ده 3.3 من 10 مايكرو اللي هو بتاع التنعيم ممكن تقل قيمته. طبعا لما تقل قيمته هيحصل خلل في الفولت اللي خارج، وبالتالي هيحصل خلل في الدايره دي كلها، فتؤدي ان الاي سي الليدات تبوظ. وكتير يا جماعه من الوقت بنلاقي المكثف اللي هو بتاع دائرة التوحيد ده منتفخ وضارب، فبيؤدي الى خلل في اللمضه وتوقفها، وممكن لو غيرناه وحطينا واحد بيرجع يشتغل تاني. فطبعا المكثفات دي ضروريه، لو قلت قيمتها هتعمل خلل، ودي احد العوامل اللي بتخلي اللمبات يعني بتتلف، لان المكثفات للاسف اما بتتعرض لدرجه حراره لفتره كبيره بيحصل لها جفاف للماده الكيماويه اللي فيها، فطبعا بتقل قيمتها وبتعمل خلل في الدايره دي وبتؤدي لحرق الجهاز، وممكن الجهد يطلع من هنا غير مش منعم، فطبعا في تعرجات وفي نبضات ممكن فجاه تطلع على الليدات والمذبذب يروح عالي جامد جدا يروح حارق الليدات. في حاجه يا جماعه ناس في حاجه كده ملحوظه، في ساعات لما نيجي ندور في الليدات نلاقي الليدات واحده بايظه، نيجي نعمل نغيرها او ناس تعمل عليها شورت وده غلط، نلاقي اللمضه ما تقعدش. طبعا ده نتيجه ان الدايره ذات نفسها او الليدات اتاثرت ككل كمجموعه اتاثرت، واللي انقذه من الاحتراق في اول مره هو ان في ليد فيهم يعني اتحرق الاول ففصل الدايره، لان الليدات دي متوصله على التوالي. نيجي نركب الليد الجديد تروح محروقه الدايره. طبعا دي احد يقول لك انا غيرت كذا ولحت بعد يومين اتحرقت، دي السبب الرئيسي، لان اكيد اما حصل الليد ضرب في هنا في مكثفات بالذات تكون باظت، او المقاومات دي حصل فيها خلل ارتفعت قلت قيمتها ولا ايه قلت قيمتها، فالاوسيليتور يعني ممكن يكون المقاومه دي قلت قيمتها او حصل شورت لا قدر الله يعني فيها لاي سبب، فهي ممكن تروح معليه الفولت او التيار عالي جدا فتحترق اللمضات. فطبعا لازم بقى نكشف على الدايره الاصلانيه، ممكن نلاقي فيها مكثف في رشح، المقاومات دي مش في قيمتها، فلازم نكشف على الدايره مش نغير اللمضه بس. في حاجه تانية يا جماعه عايز اقولها على الدوائر دي، الدوائر دي يا جماعه مش كل لمبات الليد بتاخد يعني بتشتغل على جهد واحد او على تيار واحد، كل لمضه بتشتغل على تيار مختلف وجهد مختلف، فما ينفعش يا جماعه ان ايه اجيبوا حاجه صغيره واركبها على الكبيره. في ملاحظه تانية يا جماعه، الليدات دي كلها مش بجهد واحد او حجم واحد، اما اغير ليد يا جماعه لازم اغيره بنفس الحجم ونفس الفولت المسلط عليه او فولت التشغيل بتاعه، زي مثلا في فولتات بتشتغل على 3 وفي فولتات بتشتغل على 5 فولت. طبعا يا جماعه اللي عايز يتعلم صيانه الليدات ويفهم كل حاجه على الليدات دي كلهم دي الليد ودوائر الدرايفر، انا عندي مجموعه فيديوهات كتيره يا ريت كلها متكامله مع بعض وكلها بتكمل
بعض معلومة بتكمل التانية. ياريت اللي يتفرج على واحد يتفرج على الباقيين عشان يفهم الموضوع كله، لأنه صعب إنك إيه تقول المعلومات دي كلها على لمبات الليد وانت في فيديو واحد. طبعا أنا عامل طريقة الصيانة واستخداماتها واستخدامها كتيستر وتركيبها في بعض الدوائر وهكذا. أرجو إن ما كنتش نسيت حاجة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.